أيضا من خلال موقعنا سعودي مودرن نقدم خدمات مجانية للباحثين والطلاب وكذا. ولكن أين يأتي دور الداعمين الحقيقيين لهذا النظام لكي يكون مستقر في العالم؟ يأتي من خلال ما يسمى الانتربرايز ابليكيشن. عندما تكون جامعة على مستوى 5000 أو 500 يوزر وما فوق، هناك أنظمة كثيرة تحتاج إلى التكامل، مثل نظام الاس اي اس، نظام الاكتف دايركتوري. هناك أدوار يجب أن تخصص، هناك خيارات بلوكات داخل المودل يجب أن تضاف. هذا لابد إسناده إلى جهة خبيرة في الكود المصدري في نظام مودل، خبيرة في إدارة المحتوى، خبيرة في جميع ما يقوم به المودل. أو يمكن إذا كانت الجهة المستفيدة تملك طاقم فني خبير بالبيئة التي يعمل عليها مودل، يمكن أيضا أن تقوم بهذه. ولكن عندنا التعامل مع بارتنر هنا سوف يكون الدعم الفني مباشر من شركة مودل نفسها. في ذلك أي نحن بالأخير لا نقدم أي شيء لايسنس، ولا نسأل العميل ما هو عدد المستخدمين لديك وكم الطاقة وهكذا. نحن فقط مقدم السيرفيس أو الخدمات السبورت، التي هي في الأنظمة التجارية تقابل أقل من 80 أو أقل من 20% من قيمة أي منتج تجاري. أي في هذه الحالة عندما الجهة المستفيدة تستخدم نظام مفتوح مصدر مثل مودل ونظام آخر، سوف توفر ما يقارب أكثر من 80% تكاليف مادية في حال استخدامها نظام مودل. طبعا ما زلنا في الدول العربية نعاني من هذا الشيء. نحن لا نقيم الأمور بشكل واقعي وفني، بل نقيم بحجم الإنفاق أو التكاليف على هذه المشروع لكي تقيم حجم المشاريع التي نقوم بها. ولكن الأنظمة المفتوحة المصدر تقدم أفضل من أي خدمات أخرى وبشكل مستقل، وأهم شيء يدعم ما يسمى الخصوصية لكل جهة تعليمية. على سبيل المثال، في تجارب كثيرة تقويم الهجرة أو تقويم أم القرى المعتمد في المملكة العربية السعودية، جميع القطاعات التعليمية يجب أن تستخدم هذا المنهج. لا يوجد شركة تجارية أنت مثل بلاك بورد أو أي شركة أخرى أن تخصص بعض التخصيصات خاصة لعميل معين، لأنه هذا منتج عالمي انترناشونال. سوف تفرض عليك ماذا؟ تفرض عليك المعايير التي هي تتبع، وتجبر على المستخدم أن يتكيف مع النظام ليطبق عمله. بينما نظام مودل بالعكس، أنت تكيفه وتخصصه على بيئة العمل التي تقوم بها بشكل مباشر. هناك عدة استنتاجات وتوصيات من خلال استخدام النظام مودل. طبعا لابد التوجه العام لتطوير التعليم يعتبر الجانب التقني هو الوسيله الحديثه المقدمه لايصال المعلومه لدى الطالب، وحيث انها لم تكن متاحه في التعليم التقليدي، ايضا هو جزء من التعليم الالكتروني او من مفاهيم التعليم الالكتروني. اعتبرنا ان ما يسمى مفهوم الاي سي تي حيث اتاح لنا امكانيات كبيره لم نكن نستطيع استخدامها في التعليم التقليدي. نظام مودل ايضا يعتبر بوابة المعرفة لهذه الجهة التعليمية، ممكن من خلال إضافة جميع ما يسمى بوابة المعرفة المعتمدة للجهة التعليمية، من حيث المصادر التعليمية، من حيث المقالات العلمية، من حيث الأخبار السابقة، من حيث المنتديات وغيرها. أيضا إن الأنظمة المفتوحة المصدر هي التوجه المستقبلي، وبالتالي حري بنا نحن الجهات المستفيدة أو القطاعات التعليمية أن تأخذ هذا المنحة وبعيدا عن أي احتكار من قبل الشركات التجارية، التي سوف يكون هناك جهة تعليمية أمام خيارين في نهاية العام الدراسي. ممكن لابد أي جهة تعليمية تحط في هذا الموقف خيارين أحلاهم وأمرهم في حال إذا استخدمت ماذا؟ استخدمت الأنظمة التجارية أو الأنظمة الغير مفتوحة المصدر. ما هما الخيارين؟ إما ممكن أن ترضخ لسياسة الشركة في اللايسنس، في غلاء الأسعار للطلاب، في كذا وكذا، وهذا أمر هام جدا، لأن النظام التعليمي يعتبر الجهة الاند يوزر هو من هو الطلاب، يختلف عن أي نظام آخر. على سبيل المثال نظام شؤون الموظفين أو نظام المحاسبة، الجهة المستفيدة هما الطاقم الموظفين أو المحاسبة الأكاونتينج الموجودين في هذه الجهة، ربما لا يتجاوزون 20 إلى 30. أمر سهل أن نغير أو نعمل ريبليسمنت لأي نظام آخر، هذه 20 شخص سهل المانجمنت أو السيطرة عليهم. ما هو الحال لو كان الاند يوزر هم الطلاب نفسهم؟
أي جميع منسوبين الجامعة. ليس الأمر سهل جدا في التغيير، وبالتالي يا أما أن نرضخ لسياسة الشركة التي تقدم المنتج التجاري نظام إدارة التعلم، أو سوف نضطر إلى ما يسمى هناك إرباك في العملية التعليمية، وسوف نعيد تدريب وإعادة تأهيل أعضاء الهيئة التدريسية على نظام آخر مفتوح المصدر. نظام مودل أيضا يعتبر نظام ليس فقط يمثل شركة مودل، بل أصبح نظام مودل هو نتاج فكري بشري تضافر وتعاون في تطويره وتأليف عدد كبير من المبرمجين في العالم، لأن هذه ميزة الأوبن سورس. كل يعتبر أن نظام مودل هو نظامه وهو خصوصيته. الدول العربية تطور اقتراحات إلى مودل، في الصين يطورون، في أوروبا يطورون، في أمريكا يطورون. تلاحظ العالم كله الآن أصبح يعتبر أن نظام مودل هو نظامهم، وكل يقدم اقتراحه. ولا ننكر أن من تشاور جميع الناس في أي مشروع سوف يؤدي إلى نجاح، وبالتالي من يستخدم نظام مودل سوف يلاحظ أنه يغطي جميع الحالات الخاصة والعامة التي تمر بها الجهة التعليمية. وأيضا من ضمن التوصيات أن نظام البوابة التعليمية أصبح أشمل بكثير من نظام مودل، وأغلب الأنظمة الآن التي تدعم ذلك هي أنظمة عالمية أصبحت مفتوحة المصدر، كلها تؤدي إلى هدف ما يسمى هدف البوابة التعليمية، وهي تعتبر من أفضل الأنظمة العالمية الآن في هذا المجال. ننتقل الآن إلى جولة تعريفية في نظام مودل، نستكشف به بعض الجوانب، ويمكن أن يكون هناك مداخلة أو مسألة في هذا الموضوع. كما نلاحظ نظام مودل، هذا موقع سعودي مودل، saudimodel.org. هذا الهدف من الموقع طبعا ليس هو نظام أو منافس لمودل، بل هو موقع خدمي هدفه نشر ثقافة التعليم الإلكتروني ونشر ثقافة الأوبن سورس في المجتمع العربي. يحتوي موقع سعودي مودل أكثر من 1400 عضو، يقدم خدمات مجانية للطلاب والباحثين في استضافة مواقعهم ومقرراتهم التدريسية. كما نلاحظ الواجهة أو الهوم بيج لنظام مودل مقسمة على ما يسمى شكل بلوكات، سهلة جدا التخصيص وتحريك البلوكات في أي مكان، كما نلاحظ باستخدام الأسهم الأعلى الأسفل اليمين اليسار بكل سهولة. هذه أدوات لا تملكها أغلب أو أهم أنظمة إدارة المحتوى الإلكتروني، وهو بكل سهولة تخصيص البلوكات في المكان المناسب وهو مبنى على شكل بلوك. الصفحة الرئيسية كما نلاحظ تحتوي على ما يسمى الصفحة الرئيسية تحتوي على البنية الهيكلية للمقررات، وأيضا هذه مرونة في إدارة الموقع، وممكن أيضا التحكم بإخفائها في مكان معين أو إظهارها في مكان آخر. وهنا التقويم الذي يعتبر بلوك هام جدا في نظام مودل، لأن جميع الأنشطة التعليمية والأحداث والدعوات وموعد تقديم الاختبارات مرتبط بحدث معين أو بتاريخ، وبالتالي يعتبر بلوك التقويم هو بلوك أساسي في نظام مودل. وكما نلاحظ أنه هنا الآن هو يعمل على تقويم أم القرى المعتمد التي اعتمده مدينة الملك عبد العزيز. هذه البنية العامة. ممكن أن نستعرض أيضا مثال تطبيقي، ما هو شكل المقرر داخل مودل. هذا مثال بسيط للغة العربية على سبيل المثال، مقرر. كما نلاحظ أن هذا المقرر ممكن أن يحتوي على مقدمة، ممكن أن يصنف كتصنيف أسبوعي. كما نلاحظ هنا الأسبوع الأول، هذا الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، وهكذا. كل أسبوع ممكن أن يحتوي على خيارات اثنين أساسيات كما ذكرنا سابقا، إضافة مصدر. المصدر هو مصدر المعلومة، ممكن أن يكون كما نلاحظ ملصقة ستيكي نوت، ممكن أن يكون ربط مع صفحة ويب،
ممكن أن يكون ربط تحميل ملف، أي ملف إلكتروني، PDF، باوربوينت، ملف صوت، ملف فيديو، أي شيء.